عناوين الأخبار: الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا لحل ملف صد النهضة بمشاركة قادة أفارقة. سفراء أمريكيون يطالبون من ترامب اتخاذ موقف محايد في الوساطة الأمريكية في قضية ملف صد النهضة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، أقدمها إليكم فورك يوهانس. أجرى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد محادثات مع قادة السودان ومصر حول ملف صد النهضة تحت سقف الاتحاد الأفريقي بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاقي والرئيس الحالي للاتحاد سيريل راموفوزا وعددا من القادة الأفارقة. وذكر رئيس الوزراء أيضا في صفحته على فيسبوك بأن المناقشة كانت ناجحة، كما شكر أبي رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل راموفوزا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاقي اللذين عملان في تنظيم المباحثات الإقليمية الهامة في ظل الاتحاد الأفريقي الذي يتمتع بروح الوحدة الأفريقية وصفاء الاتحاد بالمكان المناسب لإجراء مناقشات إفريقية. وقال أبي في كتابته على فيسبوك أن صد النهضة الكبير يحقق نمو اقتصادي أكبر في إفريقيا ومنفعة متبادلة. أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاقي محمد التزام المفوضية بدعم إثيوبيا والسودان ومصر لحل خلافاتهم حول صد النهضة الإثيوبي الكبير من خلال الحوار. جاء ذلك في اللقاء في مكتب موسى فاقي جمعه بوزير خارجية إثيوبيا غادو أندرغاتشو. حرية أمان لديها المزيد. خلال اللقاء الذي جمع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ووزير الخارجية الإثيوبي أطلع غادو رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاقي على محادثات ثلاثية التي عقدت بشأن سد النهضة وموقف إثيوبيا خلال المفاوضات، وشدد الوزير على رفض إثيوبيا الالتزام بشروط معاهدات الحقبة الاستعمارية التي لم تشارك فيها إثيوبيا والتي تتجاوز بشكل غير عادل حق إثيوبيا الشرعي والتابع في استخدام مياه النيل. وأخبر غادو لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي استعدادات جارية لبدء المرحلة الأولى من ملء الخزان حسب الجدول الزمني، كما حث غادو اللجنة على ملاحظة وتقدير حق إثيوبيا القانوني والطبيعي في استخدام مواردها الطبيعية بشكل مناسب وتحقيق التنمية الوطنية. ومن جانبه أعرب موسى فاقي محمد عن اعتقاده بضرورة حل القضايا العالقة عبر الحوار بما يتماشى مع روح شعار الاتحاد الإفريقي الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. وقال موسى فاقي أيضا إن الاتحاد سيعمل على تسهيل الحوار بين البلدان الثلاثة لمساعدتها على حل قضايا سد النهضة من خلال الحوار. طلب السفراء الأمريكيون من إدارة ترامب تبني الحيادية في دعم الوساطة الحقيقية لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وقدم هذا الطلب عددا من المسؤولين السابقين في الخارجية الأمريكية. حول محمد لديه المزيد. السفراء الذين تقدموا بهذا الطلب هم جوني كارسون وهيرومان كوهين والدكتور تشيستر كروكير وجينداي فريزر وجورج موس وسوزان رايس وليندا توماس غرينفيلد، حيث عمل كلهم في فترات مختلفة في الوزارة الخارجية الأمريكية كمساعد لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية. في رسالة بعثوها إلى وكيل الوزارة للشؤون السياسية ديفيد هيل، أعربوا عن قلقهم بشأن تصاعد التوترات بين إثيوبيا ومصر حول استخدام مياه النيل وبناء السد، وقالوا إن محادثات سد النهضة تدخل مرحلة حرجة، ونحث الولايات المتحدة على تبني الحياد ودعم الوساطة الحقيقية.
وهي أفضل طريقة لتعزيز مصالحنا وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أوصى السفراء الولايات المتحدة بتشجيع دولة محايدة وذات مصداقية خارج إفريقيا والشرق الأوسط للتوسط في الخلاف، ووفقا لهم فإن التصور سواء كان عن طريق الصواب أو الخطأ بأن الولايات المتحدة انهازت لمصر في المفاوضات سيحد من قدرتنا على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية. وقالوا كذلك إن الضغط على إثيوبيا أو تعليق المساعدة المتعددة الأطراف أو الثنائية سيصلب المواقف ويجعل التنازل أكثر صعوبة. قال الإعلامي والمحلل السياسي محمد العروسي في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية حول قضية سد النهضة الإثيوبي أن مصر تتنصل عن جميع الاتفاقيات الموقعة في عام 2015 في الخرطوم وتشوه المعلومات الحقيقية لسد النهضة مع محاولتها في تدويل الملف وتحاول الضغوط على إثيوبيا عن طريق جامعة الدول العربية، مما يشير إلى فقدان كافة أوراق الضغط. وتعلم جيدا أن هذا السد له فوائد عظيمة حتى على مصر، وحتى ما هو معلوم من خبراء المياه في كل الدول الثلاثة. لأجل ذلك مصر تريد أن تصل إلى أبعد من الفوائد، تريد أن تحكم سيطرتها على مياه النيل، تريد أن توقع لها إثيوبيا بملكية مياه النيل دون الالتفات إلى هذه الفوائد التي تتحدث عنها وأثبتها الخبراء المصريون والسودانيين والإثيوبيون. وقال محمد عن الإشاعات المصرية فيما يخص بسد النهضة الإثيوبي التي تشير إلى أن السد سوف يعطش الشعب المصري، يقول فيها محمد العروسي: هي إدعاءات تتعارض مع حقائق فوائد السد. كما دعا المحلل السياسي محمد العروسي بأن يكون الإعلام الإثيوبي عامة والإعلام العربي الإثيوبي خاصة أكثر جدارة بما يقدمه الإعلام والتصدي للشائعات الإعلامية المصرية. أن كل الإشاعات التي أشيعت حول أن السد لتعطيش الشعب المصري، أن سد النهض ليس له فوائد، وأن سد النهض يريدون أن يقللوا من فوائد السد وقيمة السد ماليا واقتصاديا وسياسيا، لكنهم فشلوا في ذلك لأن الحقيقة تخالف ما يقولون به وما يدعون. كإعلاميين متحدثين بالعربية في بلادنا أمامكم طريق طويل، أمامكم جهد كبير، عليكم أن تقدموا المزيد وأن تكونوا أكثر جدارة لهذه المهنة، أن تكونوا بما تقدمونه. قدموا وواصلوا على دأبكم هذا من الجهود التي تبرزونها، تلك الجهود مقدرة ومشكورة التي نراها اليوم. الإعلام الإثيوبي التفت لها بهذا الشكل الجميل، وكالة الأنباء الإثيوبية، غيرها، التلفزيون. الأمل على أبطالنا في وسائل الإعلام الذين يكونون صوتا يفند كل الأكاذيب والمزاعم التي تستهدف بلادنا من كافة الأطراف. مشيرا إلى أن العلاقات العربية مع إثيوبيا لها تاريخ عريق، وتعلم جميع الدول العربية بأن العلاقات العربية الإثيوبية قوية. وقال المحلل السياسي فيما يخص بقرار جامعة الدول العربية في شأن مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاثة، فإن القرار غير ملزم لإثيوبيا. الدول العربية يعلمون أن علاقات إثيوبيا الاستراتيجية وغير الاستراتيجية مع الدول العربية هي علاقات قوية جدا. إثيوبيا هي التي فتحت الأبواب للعرب، لأشقائها العرب، ونحن نفخر بذلك، وهذا هو واجبنا، وأقل واجب لنا فعلناه يعني، فلنا فضل عليهم وكذلك لهم فضل علينا. جامعة الدول العربية لا تلزم إثيوبيا بشيء، فإثيوبيا ليست دولة عربية وليست ضمن السيادة العربية. وكان الأحرى بهم أن يناقشوا سد بيساو في تركيا وغيرها من السدود التي أقامتها بعض الدول على أنهار عربية، عليهم أن يناقشوا هذه المسألة فضلا من أن يناقشوا مشكلة في القرن الأفريقي. ثم أن جامعة الدول العربية بقراراتها لا تلزم إثيوبيا بأي شيء، لا من بعيد ولا من قريب. كجزء من الجهود لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، بدأت إثيوبيا في تطهير الغابات والأشجار المتواجدة خلف السد. وقال بشير عبد الرحمن المدير العام لوكالة توفير فرص الأعمال وتنمية المشاريع في ولاية بني شانغول قمز: إن عملية التطهير بدأت يوم أمس على مساحة
أرض تبلغ 1000 هكتار، وأشار إلى أنه من أجل البدء في ملئ سد النهضة في يوليو بدأت الشركات التي تتكون من 2000 شخص في أنشطة التطهير، ومن المتوقع أن تكتمل عملية التطهير في أقل من شهر، وخصصت الحكومة أكثر من 32 مليون برل لهذه العمليات. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفورك يوهنس، وإلى اللقاء.